أحسن الله إليكم، يقول: هل استعمال فرشة الأسنان قبل الصلاة يعتبر مثل المسواك، خاصة إذا كان في مكان لا تتوفر فيه مثل هذه؟ نعم، لا بأس، يحصل له من فضل السواك يحصل بمقدار ما حصل من الإنقاء، فإذا أنقى أسنانه وأزال الرائحة من فمه بأي شيء فإنه يكون له حكم السواك وله فضل السواك. إذا مسح أسنانه بفرقة أو بأصبعه أو بفرشة أو بالمسواك، كل شيء يزيل رائحة الفم وينظف الأسنان، فإنه يحصل به المقصود ويحصل به الأجر بإذن الله عز وجل، إذا فعله محتسبا الأجر عند الله عز وجل. ولكن استعمال المسواك أولى وأحسن وأفضل إذا تمكن منه. نعم.